السلام عليكم، مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريل ستيت جايد. الفيديو ده أنا عامله مخصوص للعملاء اللي هي معاها دولارات أو عملات أجنبية، ويعني هنعمل مقارنة ما بين عميل هو عاوز يحتفظ بالدولار بتاعه، هو شايف إن ده يعتبر أفضل وسيلة إن هو كوعاء ادخاري ليه إن هو يحتفظ بالعملة اللي معاه أو الدولار اللي معاه، وعميل تاني استغل الفرصة ان هو معاه دولارات فبدأ ان هو يتجه للاستثمار العقاري في المدن الجديدة او مثلا في العاصمة الادارية الجديدة. وهنقول مثلا ان هو اشترى مكتب في 2021، كان سعر المتر وقتها مثلا في الداون تاون 40,000 جنيه، وده يعتبر سعر يعتبر عالي وقتها، مش رخيص، لان كان اياميها كان طبعا سعر المتر بيبتدي معاك من 15,000 و20,000. فانا جايب لحضراتكم مشروع مميز. هو طبعا الفكرة هنا ان العميل اللي بيبقى عاوز يدخر فلوسه بالدولار، هو شايف ان فكرة ان هو يسيل فلوسه بعد كده لو اشترى مثلا حاجة عقارية هتبقى صعبة، يعني فكرة اعادة البيع، صعوبة اعادة البيع بعد كده مستقبليا. فانا جايب لحضراتكم حاجة هي تعتبر متميزة في المواصفات بتاعتها، فسعر المتر بتاعها كان في 2021 كان عامل 40,000 جنيه، وده ممكن كنا نلاقيه بكل سهولة في الابراج السياحية اللي هي المطلة على النهر الأخضر وعلى محور بن زايد الشمالي. فهنقول إن المكتب ده كان مساحته مثلا 50 متر وسعر المتر عامل 40,000 جنيه، فتوتال إجمالي سعر المكتب في 2021 كان عامل 2 مليون جنيه. أنظمة السداد المتعارف عليها إن المقدم بيكون 10% وأقساط متساوية على 7 سنين. طيب هنقول المقدم كان عامل 200,000 جنيه، تمام، يعني ما يوازيه بالدولار وقتها في 2021، على اعتبار ان سعر الدولار وقتها كان عامل 16 جنيه، حوالي الاجمالي التوتال المقدم اللي هو المفروض العميل دوت هيدفعه بالدولار حوالي 12,500 دولار. القسط طبعا بتاع السنة الأولى إجمالي توتال القسط كله حوالي 257,000 جنيه، يعني ما يعادله بالدولار برضو في 2021 هيبقى عامل 16,000 دولار. هنيجي في السنة الثانية ال 257,000 جنيه القسط السنوي بتاع 2022، هنيجي هنا بقى في 2022 هنلاقي إن القسط دوت ما يوازيه بالدولار وقتها، كان طبعا سعر صرف الدولار عامل حوالي 20 جنيه، فهنلاقي إن قيمة القسط قلت من 16,000 دولار ل 12,850 دولار. تمام. طيب بالنسبة للسنة الثالثة في 2023 التوتال القسط السنوي 257,000 جنيه، لما هنيجي نحولهم لدولار فهنلاقي ان قيمة الدولار في 2023 وصلت ل 40 جنيه، يعني هنلاقي قيمة القسط الفعلي اللي العميل دفعه بالدولار حوالي 6,425 دولار. في السنة الرابعة 2024، السنة دي اللي احنا موجودين فيها، هنلاقي ان متوسط سعر الدولار حاليا في البنك عامل 45 جنيه، فهنلاقي ان اللي دفعه العميل فعليا حوالي 5,711 دولار. تمام. طبعا في المقابل الجهة التانية، العميل اللي هو فضل ان هو يحتفظ بالدولار اللي معاه وما يدخلش مثلا في اي نوع من الاستثمار العقاري او كده، هنقول ان هو كان بيحوش مثلا كل سنة مبلغ ثابت اللي هو 16,000 دولار، هنقول مثلا ان هو حوش المقدم اللي هو ال 12,500 دولار، وكل سنة على مدار ال 4 سنين اللي فاتت كان بيحوش 16,000 دولار، فبقى المبلغ الإجمالي التوتال اللي هو المدخر معاه حاليا من الدولار حوالي 76,500 دولار. لو هو النهاردة جه يحولهم بالجنيه المصري في 2024 على أساس إن سعر صرف الدولار حوالي 45 جنيه، فيبقى التوتال اللي معاه دلوقتي حوالي 3,442,500 جنيه. تمام. ده كده بالنسبة الأرباح بتاعت العميل اللي هو ادخر فلوسه بالدولار. طيب هنيجي بقى بالنسبة للعميل اللي استغل إن هو معاه دولار واشترى عقار مثلا من 2021 أو كده، هو يعتبر حاليا إجمالي التوتال لو هو مثلا دفعه بالجنيه المصري يبقى عامل حوالي 1,228,000 جنيه. وطبعا بالنسبة الدولار اللي هو دفعه فعليا على أرض الواقع، لما هنيجي نجمع المقدم ال 12,500 دولار وإجمالي القسط بتاع أول سنة 16,000 دولار والأقساط اللي دفعها في 2022 و23 و24، هنلاقي التوتال بتاعهم كله على بعض حوالي 53,486 دولار. تمام. طبعا هو باعتبار ان هو هنقول يعني ان هو كان مثلا العميل ده كان بيدخر اصلا معاه دولارات اللي هي التوتال بتاعها 76,500 دولار،
من المبلغ اللي هو دفعه فعليا على مدار ال4 سنين اللي فاتت اللي هي 53,486 دولار، فهيطلع كمان متبقي معاه 23,014 دولار، 23,000 دولار، تمام؟ ده طبعا نتيجة لإيه؟ نتيجة لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال ال3 4 سنين اللي فاتوا بسبب عوامل التضخم والتغيرات الاقتصادية اللي بتحصل في البلد، تمام؟ طيب دلوقتي بقى في 2024 سعر الوحدة وصل لكام؟ أو سعر المكتب وصل لكام؟ إحنا بنتكلم إن سعر المتر في 2021 كان متوسط مثلا 40,000 جنيه، من 40,000 ل50,000 جنيه، تمام؟ حاليا في نفس المنطقة اللي هي بتاعت الأبراج السياحية اللي هي تعتبر أول نمرة على محور بن زايد الشمالي، سعر المتر يعني بنتكلم بيتراوح من 120,000 جنيه وبيوصل ل200,000 جنيه وبيكسر كمان ال200,000 جنيه، فأنا بتكلم مع حضراتكم في أقل الأسعار، يعني سواء في 2021 أو سواء حاليا في 2024. فهنتكلم مثلا إن سعر المكتب اللي هو 50 متر دوت لو ضربناه في 120,000 جنيه للمتر اللي هو السعر السوقي بتاعه حاليا، وده يعتبر أقل سعر موجود دلوقتي في الماركت في المنطقة ديت، لأن طبعا إحنا عندنا مشاريع تانية سعر المتر فيها يعني بيعدي 180,000 جنيه ودخل كمان في 200,000 جنيه للمتر الواحد. فهنقول إن إجمالي سعر الوحدة حاليا بسعر السوق وصلت لستة مليون جنيه، تمام؟ يبقى حضرتك طبعا وقت ما تعاقدت كنت شاري على اساس سعر الوحده 2 مليون جنيه، هي طبعا سعرها اختلف مع التغيرات الاقتصاديه والتضخم والارتفاع بتاع اسعار مواد البناء، وطبعا الزيادات الطبيعيه اللي بتحصل لاسعار العقارات مع العرض والطلب والبيع ونسب الانشاءات اللي بيوصل ليها المطور، فده كله بيزود من الاسعار، زائد طبعا الزيادات السنويه المتعارف عليها في العقارات وبالاخص في المشاريع كمان اللي بتكون لسه تحت الانشاء. فهتلاقي توتال سعر الوحده بقى حاليا 6 مليون جنيه، تمام؟ والمشروع كمان لسه قصاده وقت عقبال ما يتسلم، وطبعا عند ما بنوصل للمرحله ديت الاسعار كمان بيزيد وبتروح كمان في حته تانيه خالص. هنلاقي بقى بالنسبة لل 23,000 دولار اللي هو المتبقي مع العميل دلوقتي، لو جينا فكناهم بالجنيه المصري اللي هو على أساس سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حوالي 45 جنيه في البنك دلوقتي، هيبقى عامل المبلغ المتاح معاه بالجنيه حوالي 1,035,630 جنيه. يعني لو جينا جمعنا السعر السوقي بتاع الوحدة حاليا اللي هو 6 مليون جنيه، السعر ده هتلاقيه موجود عند المطور دلوقتي بيبي بي ده، حتى ده لو لسه متبقي عنده وحدات يعني في المشروع او كده، هتلاقي سعر اليونت 6 مليون جنيه زائد الربح بتاعه من الدولار المتبقي معاه اللي هو 23,000 دولار، لما هيجي يفكهم بالجنيه المصري يبقوا عاملين 1,035,000 جنيه، فهتلاقي ان التوتال الربح بتاعه حاليا في 2024 وصل ل7,035,630 جنيه. ده الفرق ما بين عميل فضل ان هو يدخر فلوسه بالدولار من 2021 لحد 2024، فبقى معاه حاليا بالجنيه المصري 3,442,500 جنيه، وما بين عميل هو فضل ان هو يستثمر في القطاع العقاري وان هو ينتهز الفرصة ان هو معاه الدولار، وطبعا في ظل التضخم والتغيرات الاقتصادية وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، فده طبعا كان بيقلل معاه قيمة القسط بتاعه على مدار ال4 سنين اللي فاتت، فبقى معاه حاليا او اللي وصل ليه حاليا المحفظه الاستثماريه بتاعته وصلت ل7,035,630 جنيه، 7,035,630 جنيه. طيب لما نيجي نحسب بقى حاليا سعر الوحده او سعر المكتب دوت بالدولار في 2021، هنقول ال 2 مليون جنيه ديت على 16 جنيه اللي هو سعر صرف او سعر القيمه بتاعت الجنيه مقابل الدولار مثلا اللي هو كان 16 جنيه وقتها، فهنلاقي ان سعر الوحده بالدولار في 2021 كانت عامله 125,000 دولار. سعر الوحده حاليا بالدولار في 2024 ال 6 مليون جنيه ديت لو جينا قسمناهم على ال 45 جنيه او اللي هو ال 6 مليون ديت، لما نيجي نحسبها او نقسمها على ال 45 جنيه عشان نطلع قيمتها او قيمه الوحده بالدولار حاليا، هتبقى عامله 133,333 دولار. يعني انت دلوقتي معاك فرق مكسب حوالي 8,333 دولار، فده كده عموما يعتبر برضو فرق المكسب
ما بين سعر الوحدة بالدولار في 2021 وسعر الوحدة في 2024، 8333 دولار. لما هنيجي نضربها في سعر صرف الدولار النهاردة في 2024 عامل 45 جنيه، يبقى إجمالي المكسب عامل حوالي 375 ألف جنيه، ده بالجنيه المصري. فدي عموما كده كانت مقارنة توضيحية أنا حبيت يعني أتكلم فيها مع حضراتكم عشان أوضح لكل العملاء اللي هي ممكن تكون واخدة فكرة مش كويسة عن الاستثمار العقاري من حيث العائد الاستثماري بتاعها. احنا كمان عندنا يعني نقطة مهمة جدا وهي حتة الإيجار، يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يعتبر وعاء ادخاري. انت بتدخر فلوسك في حاجة هي من 3 سنين كان تمنها 2 مليون جنيه، النهاردة هي تمنها 6 مليون جنيه، تمام؟ ده كده يعتبر ادخار. الاستثمار يعني قيمة مضافة، يعني عائد إيجاري، يعني المفروض إن حضرتك بعد مثلا من 3 لـ4 سنين، أو مثلا بنتكلم من بعد الاستلام بيبقى فيه مهلة سنة المطور فيها بيبتدي إن هو يجهز المشروع بتاعه عشان يكون قابل للتشغيل النهائي. من وقتها حضرتك المفروض إن بيبقى فيه عائد إيجاري بيبتدي معاك، وطبعا عشان حضرتك تاخد حاجة يكون ليها قابليتها للتشغيل السريع ان هي تتأجر بسرعة وتتأجر بقيمة إيجارية كويسة وتزيد معاك بشكل سريع خلال السنين اللي جاية، ويكون أولا في طلب على المشروع في الإيجار ويكون بيستقطب البراندات والعلامات التجارية والفرنشايز والشركات الأجنبية أو الشركات اللي هي يعني تعتبر تصنيفها ليها متطلبات معينة مثلا في المشاريع اللي هي بتروح لها أو كده. فده طبعا بيتوقف على مواصفات ومعايير لازم تكون متطبقة في المشروع اللي حضرتك بتشتري فيه، يعني إن المشروع يكون متميز في مواصفات معينة. والموضوع ده أنا كنت شرحته في تفاصيل كتيرة عن الحلقات بتاعة النصائح والمعلومات عن العاصمة، عن حضرتك إزاي تختار المشروع وإزاي تختار الوحدة المميزة اللي تساعدك بعد كده في فكرة إعادة البيع أو في الإيجار. فلازم حضرتك تكون من البداية شاري في مشروع مميز ويكون مطلوب في السوق بعد كده مستقبليا، لأن معنى إن المكان دوت فيه طلب عليه في الإيجار معنى كده إن ده هيساهم بشكل كبير جدا في إعادة البيع بعد كده، يعني هيبقى فيه عليه برضو طلب في البيع، يعني إن في ناس عايزة تشتري فيه في طلب عليه، فده في حد ذاته هيرفع من قيمته السعرية. يعني احنا كل الأسعار اللي احنا بنتكلم فيها حاليا والزيادات بتاعة الأسعار دي الزيادات المتعارف عليها على مستوى الماركت كله، لكن اللي هيميز مشروع عن مشروع بعد كده هي ما بعد الاستلام، الفترة اللي هي ما بعد الاستلام وما بعد التشغيل دي هتبين المشاريع الحقيقية اللي هي مميزة وفي طلب عليها بعد كده، سواء في الإيجار وفي التشغيل وفي إعادة البيع بعد كده، إن يبقى في عليها ناس هي عايزة تشتري في المشروع دوت. فده طبعا هيرفع من الأوفر برايس بتاع الأسعار بتاعة المشاريع ديت بعد كده على المدى القريب حتى. طبعا أنا بدوري كاستشاري عقاري متخصص في العاصمة الإدارية الجديدة بكون مع حضرتك في كل الخطوات ديت، عن إزاي حضرتك بتختار الوحدة المميزة وإزاي أولا بنحدد نوع الاستثمار اللي حضرتك تدخل فيه اللي يكون مناسب لمتطلباتك والهدف بتاعك والهدف بتاع حضرتك، ويكون برضو يعني يكون في حدود الميزانية بتاعت حضرتك بطريقة السداد اللي هي تتناسب مع إمكانياتك. وأهم حاجة إن إحنا نكون بنتعامل مع شركات يكون موثوق معاها التسليم، يكون يعني شركات ملتزمة في من حيث الجدول الزمني بتاعها للتسليم وفي خدمة ما بعد الاستلام، لأن يعني طبعا دي تعتبر أهم نقطة في إيدينا إن إحنا نقول إن إحنا فعلا داخلين في حاجة بتساوي قيمة مقابل سعر، حاجة تنجح الاستثمار بتاعك بعد كده، أو لأ ممكن تدخل في حاجة هي المعطيات اللي معانا دلوقتي هي كويسة ولكن تفاجأ بعد الاستلام ان خدمة ما بعد الاستلام التشغيل الكلام ده كله مش افضل حاجة. فده طبعا هيخلي فرصتك في الايجار في عادة البيع هتبقى ضعيفة بعد كده. تمام، انا بصفتي استشاري عقاري متخصص في العاصمة بكون مع حضرتك في كل الخطوات ديت بوصلك للمشاريع اللي هي بتدي لك فعلا افضل قيمة مقابل سعر والشركات اللي يكون موثوق التعامل معاها. اهم حاجة بس ان الاستثمار العقاري عشان حضرتك تكون عارف هو بيبقى ليه زي سيركل كده، يعني لازم حضرتك تاخد الخطوات بتاعته بشكل سليم من البداية عشان حضرتك فعلا تاخد أفضل عائد ممكن على الاستثمار اللي حضرتك داخل فيه، وبيبقى محتاج وقت، يعني ما ينفعش إن أنت تشتري النهاردة وتبقى عايز تبيع بعد كام شهر أو بعد سنة أو بعد سنتين.
الموضوع بيبقى ليه رولز وليه خطوات عشان فعلا حضرتك تحصل على افضل عائد ممكن من العقار دوت. ويفضل طبعا فكرة اعادة البيع ديت تكون بعد الاستلام وبعد التسجيل ومش بشكل مباشر. الموضوع بياخد وقت طبعا، ان انت الافضل تستغل اليونت بتاعتك في الايجار على مدار الثلاث اربع سنين اللي هي في الفترة الاولى من بعد التسجيل. وكفكر استثماري يعني يفضل فكرة الايجار بدل اعادة البيع، ولكن طبعا الموضوع بيرجع حسب انت متطلباتك ايه من الحاجة ديت. ولكن عشان تحصل على اعلى قيمة سعرية كفكرة اعادة البيع يبقى يفضل في الفترة اللي هي ما بعد الاستلام وما بعد التسجيل. وان كان طبعا بيرجع حسب تميز الوحدة بتاعتك وحسب تميز المشروع اللي حضرتك شاري فيه والسعر اللي حضرتك شاري فيه وطبيعة الاوفر برايس اللي حضرتك طالبه، فده بيسهل عليك طبعا اعادة البيع خلال اي وقت حضرتك بتكون عاوز تبيع فيه، حتى لو انت شاري بعد فترة قصيرة مثلا بعد كذا شهر او بعد سنة او كده من وقت التعاقد بتاع حضرتك. فدي يعني معلومات انا حبيت افيد بيها حضراتكم. عموما لو في اي حد حابب ان انا اتعاون معاه واكون معاه في كل الخطوات اللي احنا اتكلمنا فيها ديت واكون الاستشاري بتاع حضرتك في العاصمة الادارية، يشرفني طبعا ان انا اتعاون مع بعض. رقمي ظهر على الشاشه متاح عليه الواتساب، وفي كمان لينك موجود في اول الوصف، حضرتك مجرد ما تضغط عليه هو بيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. الخدمه دي بتكون مجانيه وتشرفوني حضراتكم في اي وقت، وشكرا جزيلا.